ويمكن اتوجعت شويه بسبب موضوع طبعا فيضانات وما يحدث في ليبيا وما يحدث في المغرب. العالم كله مضطرب، العالم كله حزين، كوارث طبيعيه بتصيب خلينا نقول بقى الدول العربيه اللي موجوده والمصريين كمان اللي موجودين هناك، اهلنا في المغرب، اهلنا في ليبيا. بجد يعني الواحد بيقدم خالص التعازي من القلب للمفقودين، ونتمنى باذن الله تعالى تمام الشفاء للمصابين والجرحى. ما الذي يحدث في المنطقه العربيه حطوان؟ يعني بجد حاجه مؤلمه جدا. الغريب يا احمد طبعا ان اشقائنا في المغرب قالوا ان هذا الزلزال ربما يعني اكثر من قرن من الزمان لم تشهده المغرب. صحيح. ايضا هذا الاعصار اللي يتم تم حاليا في ليبيا، قالوا لم تشهده ليبيا على الاطلاق. حتى هم متفاجئين، بيقول لك احنا امكانياتنا المحليه ما تستحملش اصلا ان احنا نواجه هذا الامر. يعني انت بتتكلم على 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 بلد في حد ما صحراوي ولو اطلال على البحر المتوسط، والحقيقه يعني الواحد لما شاف المناظر شاف صور صعبه طبعا بصراحة. صعبه جدا. انت بتقول في احياء كامله، بص كانها حرب، يعني اكثر من حرب. والله ما فيش حرب تقدر توصل 10,000 10 حتى الان مفقود، حتى الان تحت الانقاض. ايوه في احياء كامله يعني اتخذت الى البحر. طبعا ده القريب من البحر المتوسط. أيوة. هي فعلا مشاهد حرب. ايوه دمار حرب، المصاب كبير جدا، وده في فعلا يعني بقول لك احياء كامله اتمسحت من مش موجوده، راحت للبحر. ايوه لما سالت احد زملائنا الصحفيين في ليبيا قال لي ان دارنا دي فوق الجبل ونازله كده على البحر المتوسط. ايوه وفي ثلاث سدود موجوده في وادي كبير جدا. بالنسبه للاعصار شالت ثلاث سدود يا احمد. ايوه طبعا. فاصبح هناك عندك اعصار اخر وخد في طريقه احياء باكملها زي ما انت شايف. هذه الصور المرعبه جدا طبعًا. واصبحت في البحر جثث كبيره طبعا. ادي يعني نسال الله السلامه وربنا يعني يشفي المصابين. حاجه حقيقه ماساه كبيره جدا. قلوبنا مع اشقائنا في ليبيا في هذا المصاب وهذه الكارثه الفادحه. طيب احنا كمان يا جماعه خلينا نروح للمصادر الرسميه اللي موجوده. يعني هناك الحديث عن 3,000 قتيل و10,000 مفقود جراء اعصار دانيال بليبيا. طبعا تركيا دائما وابدا موجوده ولا تتاخر في مثل هذه الامور، خاصه ان الكل عارف طبعا ان تركيا كانت تمر بزلزال مدمر، زلزال كبير جدا الفتره اللي فاتت، وكارثه طبيعيه كبيره جدا. تركيا عاشت هذه الماساه في الفترة الأخيرة هي وسوريا طبعا، كانت الحدود السورية والحدود التركية وما حدث من زلزال مدمر على طول. تركيا بقى وعارف انت الدول اللي بتبقى بتشعر بنفس الآلام بتتحرك، علاوة على ان تركيا دائما وابدا ما كانت تتحرك وتقدم المساعدات. دلوقتي الموضوع بقى صعب جدا، بدأت تركيا تقدم مساعدات لليبيا. وزير الصحة طبعا قال ان الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل قال أنه تجاوز حصيلة ضحايا الإعصار إلى ربما 3,000 قتيل، رقم كبير جدا. نسأل الله عز وجل أن يرحم الجميع، أن يرحم من ماتوا، وأن يشفي المصابين. عدد الضحايا بتجاوز 3,000 وفاء، وكلهم في ديرنا. ديرنا يعني مصاب كبير جدا، والكارثة كبيرة جدا على أهالي وقاطني وسكان ديرنا في ليبيا. الأعداد بتقدر بالألاف. المفقودين يا جماعة يعني أنت عارف أنت لما بيبقى فيه وفيات، في ناس استشهدت، في ناس توفت، أنت بتروح على طول بتعرف وبتحصر وبتقدر تاخد جثمان على الأقل حتى تعمل له قبر. لكن اللي مفقود ده ما زالت عمليات البحث طبعا جارية. المساعدة من الدول المجاورة لليبيا بالإمكانيات، لأن الإمكانيات اللي موجودة في ليبيا زي ما احنا اتكلمنا من شوية لا تستوعب حجم هذه الكارثة وحجم هذا المصاب. قالت كمان وكالة رويترز عن مسؤول باتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر قال إن يوجد حوالي 10,000 مفقود، وده رقم ضخم وكبير جدا، كل هؤلاء المفقودين جراء السيول. أحمد احيانا بتبقى الكلمات عاجزه عن الوصف. ايوه
ربما الارقام اللي اتقالت الان كلها ارقام تقريبيه. طبعا يعني اتقال في 3000 مصر، 3000 شهيد، ما تعرفش ده حصيله اوليه. طب ممكن عدد يوصل لحد كام؟ ايوه مظبوط. كلام ان في 10000 مفقودين هم ايضا الان، يعني ما تعرفش هل هم احياء حتى هم في المصطلحات اللي استخدموها لك يتجاوز لا ما يقرب، لان فعلا زي ما انت قلت هم مش قادرين يحصروا العدد بشكل دقيق. صحيح. ايضا حضراتكم لان احنا في النهايه الهم واحد والمصاب واحد، قلنا ما فيش في هذه الامه ما فيش حدود او حواجز تمنع المشاعر العربيه والعاطف العربيه والاخوه في العقيده والدم. ايضا تقريبا معظم الدول العربيه شمال افريقيا في مصاهره، يعني تلاقي عندنا مثلا في مصر معظم اهلنا في مطروح، قبائل حتى مطروح وقبائل بن علي والقبائل ايضا الموجوده في شرق ليبيا في مصاهره، كما هو الحادث كان معايا دكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجيه التونسي فقال لي ايضا في مصاهره ما بين تونس والجزائر ومن الجزائر والمغرب. تحس دول شمال افريقيا بدءا من مصر مرورا بليبيا تونس المغرب الجزائر المغرب كلنا في مصاهره في دم بيننا. فطبعا حضراتكم ما حدث في ايضا في مصر من اعلان الحداد 3 ايام، وايضا هناك مسرح 150 مصري، وقلت لكم هذا العدد حقيقه تقريبي، يعني برضه لان في احنا شفنا بعض الفيديوهات لبعض المصريين بيتكلموا على ان العدد تجاوز 350، انما هذا هو الحال. الخير في المنطقه العربيه المفروض بيعم على ابنائها في الشعوب العربيه، وايضا البلاء والابتلاء والنكبات بتعم على الكل. طبعا كلام حضراتكم احمد يعني واضح، ايضا بدا لاول مره تبدو اعداد من ضحايا المصريين. أيوة. في هذا الحدث. طيب احنا زي ما قلنا واشدنا طبعا بدور تركيا وتحركها للمساعدة، ايضا مصر كانت حاضرة في الازمات. يا جماعة طبعا الكل لازم يتحرك، خاصة ان احنا كمان عندنا مصريين، خلاص مصريين، يعني احنا بنتكلم ان مصر بتعلن الحداد اهو 3 ايام على ضحايا المغرب وليبيا. مصر اعلنت الحداد في كل انحاء الجمهوريه، وطبعا الحكومه المصريه قدمت التعازي باسم الشعب المصري كله لضحايا هذه العاصفه في ليبيا. كمان هناك وفد عسكري مصري بدا يتوجه الى ليبيا وبدا يروح يعمل بقى مساعدات، وهناك جسر جوي يبدا بثلاث طائرات عسكريه وايضا طائرة لإخلاء المصابين و25 طاقم إنقاذ. خلينا نقول إن اللي له مصابين واللي ملوش مصابين لازم يروح يحط إيده في إيد هذه الدول سواء المغرب أو ليبيا، عشان إحنا دلوقتي كأمة وكدول وكبني آدمين عندنا ضمير، الضمير ده بيقول إن في شعب عنده أزمة والأزمة طاحنة. والله العظيم يا جماعة هذه الصور فعلا، لما أنا بقول لعطوان دلوقتي صور حرب قال لي أحمد أكتر من الحرب، لأن فعلا الصور صعبة جدا والمشاهد صعبة جدا، كارثة طبيعية بنواجهها، يبقى لازم يبقى في تكاتف عربي وتكاتف دولي، تكاتف عالمي حقيقي. الدولة اللي عندها معدة تقدر تساعد في هذه الأزمة وما تبعتهاش، ده أنا بعتبره خيانة، خيانة البني آدم ممكن يتم إنقاذ روحه بسبب إن أنت مثلا تكاسلت. فأنت تبص بقى على الخريطة وتقول هي ليبيا هي المغرب، أنا بتكلم طبعا العالم الغربي، طب ده هي مش إسرائيل، ده هي مش هولندا، ده هي مش عارف مش إيه. لا مفيش كده، مفيش خيارات في هذه في مثل هذه الأوقات، لا توجد خيارات، هو قرار، قرار مباشر. يلا هنقدر نساعد بإيه، هنبعت إيه عندنا، إيه التقنية اللي عندنا اللي ممكن تنفع في كارثة زي دي. لازم على طول إيه الخبراء اللي موجودين عندنا، المسعفين، رجال الإنقاذ، الحملات اللي هي التوعوية، الكلام ده كله محدش طبعا، لازم كلنا نتحرك. وعشان كده مصر بدأت تتحرك، تركيا بدأت أيضا تتحرك. هو أحمد طبعا الكثير الآن أو اليوم تحديدا من الدول العربية بدأت تبعت جسر جوي، وبدأت الحمد لله موجودة الأمور، لكن بيعقد المسألة أكتر هو الحصار الآن المفروض في دارنا وفي شرق ليبيا. صحيح. يعني النهاردة
تقريبا التصريحات الرسميه من المسؤولين الليبيين بيتكلموا على ان قدراتهم ضعيفه. يعني امام الكارثه، امام هذه المصيبه الكبيره، ما يقدرش الامكانات المحليه على الاطلاق ان هم يقدروا يواجهوا بيها هذه الكارثه، زي ما قال نائب رئيس المجلس الاعلى للدوله الليبيه عمر خالد. قال ان احنا فعلا الموضوع امكاناتنا المحليه لا يمكن ان تحتوي هذه الكارثه، وبالتالي فاصبحت ان اعلان دارنا كمنطقه منكوبه ده يستدعي مش بس التعاطف العربي والاسلامي، التعاطف العالمي والدولي. يعني حتى الان وانا برضو بقرا، انا ما اعرفش هي فين الاغاثه الدوليه، فين الامم المتحده. انا تساءلت في الفقره الاولى عن اين جميع الدول العربيه الميته اللي هي محتاجه اغاثه، ما فيهاش لجنه اغاثه اصلا توحد 22 دوله عربيه تجاه اغاثه دوله الان منكوبه، وتحدث عن 57 دوله اسلاميه في منظمه المؤتمر الاسلامي. السؤال برضو اين الامم المتحده، اين دول العالم، اين الاتحاد الاوروبي، اين الاتحاد الافريقي؟ احنا امام نكبه من النكبات، وبنتكلم على 10,000 مفقود. النهارده الجماعه المسؤولين في ليبيا قالك الامر فوق طاقتنا واحنا عاجزين ان احنا نقدر نواجه هذه النكبه. ماذا بعد؟ لا تسمع الا همسا، لا تسمع حتى همسا. انا بتكلم على التجمعات العالميه، مفيش حتى الان ما سمعناش حاجه زي هذا بهذا الخصوص. انما المساله حضراتكم بقول لكم يزيد الامر فيها ان عندك بالنسبه لدارنا وسوسه، انا بتكلم على 300 كيلو متر المساحه مقطوع بيها للتواصل، الدنيا صعبه. عشان تعرفوا بس حضراتكم ان بالامس كان معانا ضيف ايضا من ليبيا بيتكلم على ان الطرق قطعت جميعا الا طريق واحد من الجنوب. فانت عايز بقى طيران، وعايز اغاثه طيران يتحدث، عايز جيوش، عايز يعني اغاثه عبر جيوش عشان الطرق مقطعه. فاذا هيبقى الطريق الجوي الوحيد المفتوح من اجل اسقاط لجان اغاثه وهيئات اغاثه تنزل عشان حتى الناس الاحياء يعرفوا ياكلوا ويشربوا او يتعالجوا اصلا في مناطق علاج. حتى الان الموضوع كبير فوق الطاقه فعلا. يعني طيب احنا قبل يا جماعه ما نسمع عن هذا الاعصار او العاصفه او الكوارث اللي بتحصل سواء في المغرب او في ليبيا، كنا قاعدين ما كانش فيه اي حاجه، كل دوله من دول لا تتوقع انه يحدث ان يحدث هذا الامر، مع ان ده يعتبر برضو تقصير. خلي بالك انت المفروض عندك ابحاث وعندك حاجات وعندك مراصد بترصد مثل هذه الامور، بتقول ان يمكن ان تحدث عاصفه، يمكن ان يحدث كذا، يمكن ان يحصل كذا، كل ده بيبقى رصد ولجان قاعده بتشتغل عليه ولجان ابحاث فلكيه تشتغل على الكلام ده كله. ومع ذلك حصلت الكارثه، يبقى خلاص لازم ننادي على كل الضمائر الحيه في العالم وعلى كل الامكانيات اللي موجوده في العالم عشان تبدا تتحرك لمثل هذه الكوارث، لان زي ما قلت لك اي دوله من دول اتفاجئت بهذه الكارثه، انت ممكن اي دوله في العالم يحصل فيها كده، هتيجي تقول ده فلان ما بعتليش، ده رئيس الدوله الفلانيه ما كلمنيش، ده مش عارف لجان الاغاثه اللي موجوده فين ما اتكلمتش ولا بعتت ولا عملت ولا في حملات ولا في اي كلام ده كله. طيب انت لازم كمان من دلوقتي لازم تشوف المصاب فين وتتحرك له وتتعامل معاه بشكل كما لو ان هذا المصاب في بلدك وفي شعبك، لان احنا بنتكلم هنا يا جماعه عن البني ادم، بنتكلم عن الروح اللي هو اغلى حاجه في العالم وفي الدنيا وفي كل حاجه، المكون الاساسي في الحياه هو البني ادم. البني ادم ده لازم نحافظ عليه ونلحقه وقت ما يكون محتاج الى الغوث والى الاعانه. عايز اقول لك ان في مصر ايضا يعني في فيديو هوريه لحضرتك دلوقتي، فيديو خلاص المباني مش باينه، المباني مش باينه من العاصفه الترابيه ومرتبطه بالعاصفه دانيال، يعني عشان برضو تعرف ان احنا ايه جسد واحد وامه واحده والازمه بتيجي وبتلف وبتدور. فلازم زي ما بقول لحضرتك النهارده لا هنتكلم كلام بقى بعيد ولا قريب، احنا بنقول يا جماعه بنخاطب البني ادمين، بنخاطب الضمائر. مصر اهو التراب بيغطي سماء الاسكندريه تماما بالتزامن مع العاصفه دانيال والمباني مش باينه. تعالوا نشوف الفيديو ده كده مع بعض. Thank you.
طبعا نتمنى السلامة لنا في اسكندرية، نتمنى أيضا أن تمر هذه العاصفة. طبعا هي ليست إعصار ولكن عاصفة، ومعظم الناس اللي هم المحللين اللي هم لهم في قصة الطقس والمناخ و يعني سمعت إليهم بيبشروا أن المسألة عندنا الحمد لله تقريبا العاصفة تكسرت مع دخولها مصر. طبعا هي فرغت معظم طاقتها هناك عند أشقائنا في شرق ليبيا، إنما يعني زي ما قلت لحضراتكم هذا الإعصار شيء محزن، لأن في بعض الطواقم اللي هي نماذج من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر راحوا هناك، بيتكلموا أيضا على إن في صعوبة أولا الإغاثة، ثاني حاجة صعوبة حصر أرقام المفقودين، وده في الحقيقة يعني هم برضو بيأكدوا ذات الرقم الرسمي ان الضحايا فوق العشر الاف اللي هم المفقودين حتى الان. انا كلمش على الشهداء خلاص، هم الان لقوا 3000 جثة اللي قدامهم، لسه حصر المفقودين 10000. نسمع ونشوف ماذا يقول الاستاذ الممثل الهلال الاحمر مسؤول في الاتحاد الدولي تامر رمضان، نشوف هو بيقول لنا ان برضو الكارثة كبيرة جدا جدا ورقم مفزع ان ما يزيد عن 10000 مفقود حتى الان. Death toll is huge. It might reach to thousands really, but we don't have a definite number right now. And we confirm from our independent sources of information that number of missing people is hitting 10,000 persons so far. Death toll. زي ما قلنا الموضوع مرتبط ببعضه، يمكن احنا كلمناكم دلوقتي عن العاصفة الترابية اللي موجودة والإعصار اللي موجود في ليبيا، كلنا كل المواضيع مرتبطة ببعضها يا جماعة، كل المواضيع مرتبطة ببعضها ولازم نركز. الراجل دلوقتي بيتكلم تامر رمضان بيقول لك، قال جملة مهمة جدا كان لسه عطوان بيقولها لي من شوية، بيقول لي الأعداد محدش عارف يحصرها، محدش قادر يقول والله ده احنا عندنا كام ألف وبدقة، مفيش الكلام ده، في مفقودين، في أعداد كبيرة جدا. الراجل بيقول لك لا نملك أرقاما نهائية في الوقت الراهن، يعني يا جماعة تفاجئوا بأي رقم في أي وقت لأن احنا لا نملك أرقاما نهائية. بنؤكد من مصادر معلوماتنا المستقلة أن عدد المفقودين وصل لنحو 10000 شخص حتى الآن. ده ملخص الفيديو اللي انتوا شفتوه دلوقتي.